السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والسؤال: ما معنى هذه الكلمات؟ قرئ القرآن، استمعوا له، أنصتوا، تضرعا، خيفة، الغدو، الآصال، ولا تكن من الغافلين، وما المعنى الإجمالي للآية؟ انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في هذه الآيات الكريمة المباركة، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نستمع جيدا إذا ما قرئ القرآن. وهناك فرق بين الاستماع والإنصات وإلقاء السمع. السمع هو مجرد سماع صوت، سمعت صوت ما فانتبهت له كده، ولكني لم ألقي له أي اهتمام. أما الاستماع هو أعلى، بأن ينتبه الإنسان إلى مصدر الصوت وإلى الكلام انتباها جيدا بحيث يعمل عقله في الكلام. أما الإنصات فهو أعلى من السمع ومن الاستماع. الإنصات هو أن يعمل الإنسان عقله وأن يلقي قلبه وأن يستمع باهتمام جيد بقلبه وبجوارحه وبفكره وبعقله. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا إذا ما قرئ القرآن بأن نستمع وأن ننصت لتلاوة القرآن. ولكن السؤال الآن: هل كلما قرئ القرآن أمامي يلزمني الإنصات والاستماع؟ احنا بنشوف مثلا واحد شغال في ورشة بيشغل إذاعة القرآن الكريم وبيدنه شغال، أو احنا راكبين وسائل المواصلات ربما يكون القرآن شغال وحد فينا بيتكلم مع حد أو حد بيعمل أي حاجة، فهل يلزم أنني ألقي السمع وأستمع جيدا إذا ما قرئ القرآن في أي وقت؟ والجواب لا، فإن هذه الآية جمهور المفسرين على أنها في الصلاة، فالمراد بها الصلاة. إذا ما دخلت الصلاة وتلى الإمام القرآن فاستمع له وأنصت. ذكر الإمام الطبري ذلك في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن سعيد بن المسيب، وعن عطاء، وعن مجاهد، وعن غيرهم. وهذا هو الراجح، بأن المراد بهذه الآية الصلاة، وإذا تلي القرآن أثناء الصلاة فاستمع له جيدا وأنصت. ويندرج تحت هذا أيضا السماع والإنصات للخطيب أثناء الخطبة يوم الجمعة. وهنا مسألة: ما حكم من صلى خلف إمام والإمام لا يترك له وقتا لكي يقرأ سورة الفاتحة؟ ماذا يفعل؟ هل يستمع إلى قراءة الإمام أم يقرأ سورة الفاتحة؟ ذهب المالكية والحنابلة والشافعية في القديم إلى أن المأموم لا يقرأ شيئاً ويستمع إلى تلاوة الإمام، فمن قرأ إمامه في الصلاة سورة الفاتحة لا يلزمه القراءة على هذه المذاهب. واستدلوا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واستدلوا أيضاً بحديث رواه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حملوه على الإمام، وحملوه على المنفرد أي الذي يصلي منفردا، وليس على المأموم الذي لا يترك له الإمام وقتا لكي يقرأ سورة الفاتحة. وأما الشافعية في الجديد، وهو رواية عن المالكية والحنابلة، قالوا:
لا تصح صلاة المأموم إلا إذا ما قرأ سورة الفاتحة، سواء كان إماماً أو مأموماً، أو كان يصلي صلاة جهرية، أو كان يصلي صلاة سرية، كان يصلي منفرداً أو مع جماعة، لا بد أن يقرأ سورة الفاتحة. واستدلوا بما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: وهذا عام يدخل فيه من كان يقرأ، من كان يصلي إماما أو مأموما سرا أو جهرا منفردا أو غير ذلك، فلابد أن يقرأ سورة الفاتحة حتى لو الإمام لم يترك له وقتا، يقرأ سورة الفاتحة وبعد ذلك يستمع للإمام. وأيضا استدلوا بما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب، أي بسورة الفاتحة، فهي خداج، أي غير تامة. قالوا: وهذا عام. واستدلوا أيضا بالنظر، قالوا: إن قراءة سورة الفاتحة لا تنوب عن أحد، كما أن ركوع أحد لا ينوب عن غيره، وسجود أحد لا ينوب عن غيره، كذلك لا بد لكل إنسان أن يقرأ سورة الفاتحة. نرجع إلى الآية من جديد، يقول الله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شوف كلمة استمعوا، كلما زاد حرف في الكلمة يدل على زيادة في المعنى، في قوة المعنى. استمعوا أحسن من اسمعوا، كما في قول الله تعالى: وقالوا مجنون وازدجر، وكلمة ازدجر أقوى من زجر، فكلما زيد المبنى دل على زيادة المعنى. استمعوا إلى قراءة القرآن لعلكم ترحمون، فالاستماع إلى القرآن الكريم يجلب رحمة الله عز وجل. ثم قال ربنا سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. التضرع شدة اللجوء إلى الله سبحانه والتذلل إليه في الدعاء، وشبه ذلك بالطفل الصغير الذي يلتقم ثدي أمه ليرضعه، فلكثرة رضاعته من ثدي أمه، كذلك من يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويتذلل إليه يسمى متضرعا، مأخوذة من هذا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، كلمة خيفة أي خوفا من الله عز وجل، تدعو الله تعالى وأنت وجل وأنت خائف من ألا يقبل الله عز وجل دعاءك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، فاذكر الله تعالى في هذه الأوقات. الغدو هو وقت الصباح، والآصال هو وقت المساء، فلا بد أن تذكر الله عز وجل في هذه الأوقات. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والخطاب له وللمسلمين جميعا: ولا تكن من الغافلين، أي لا تكن من اللاهين عن ذكر الله عز وجل، فإن الذاكرة لله تعالى حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الناس. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. في آية أخرى في نفس هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في هذه الآية تضرعا وخيفة، لكن في الآية السابقة ادعوا ربكم تضرعا وخفية. كلمة تضرعا وخفية أي ادعوا الله عز وجل في الخفاء بحيث لا يطلع عليكم أحد وأنتم تدعونه، فهذا أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل. أما في هذه الآية: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي تضرعا تذللا إلى الله، وذلا وخوفا ووجلا من ألا يقبل الله عز وجل دعاءك. أما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف:
وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغفلة هنا معناها عدم الإحاطة، فأنت يا رسول الله لم تكن من العالمين ومن المحيطين علما بقصة يوسف قبل أن تقص عليك. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وهم الملائكة. فالملائكة عباد مكرمون لله عز وجل، لا يعصون الله تعالى أبدا، ولا يسأمون ولا يفترون عن طاعته. فهناك ملك قائم إلى قيام الساعة لا يفتر من ذكر الله عز وجل، وهناك آخر راكع، وهناك ثالث ساجد، وهناك حملة للعرش، وهناك ملائكة موكلون بالنفخ في الصور، وهناك ملك موكل بالنفخ في الصور، وهناك ملائكة موكلون بالمطر، وهناك آخرون موكلون بالرحم. كل يعمل بأمر الله عز وجل، لا يسأمون ولا يفترون عن ذكر الله وعن طاعته وعن عبادته، كما قال ربنا سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.